42 كيلو و195 متر هي المسافة اللي انت محتاج تقطعها عشان تقدر تنهي ماراثون كامل، حوالي 63 ألف خطوة. هتفقد ما يقرب من 4 كيلو جرام، أغلبها من السوائل، وهتتزاحم مع المئات وربما الآلاف من المتسابقين الآخرين. عشان كده لحظة الوصول لخط النهاية، وبغض النظر عن مركزك، بتكون لحظة الخلاص. مجرد إنهاء الماراثون في حد ذاته بيكون إنجاز لناس كتير، مش مهم الزمن لأنه مجهود سنين من الاستعداد والتدريب. لما أنا وصلت لخط النهاية في ماراثون بوسطن سنة 1980 كنت أسعد إنسانة على وجه الأرض، لكنها للأسف سعادة مش هتدوم، سعادة هيسلبوها مني وهتتحول لمرارة أبدية. أنا اسمي روزي رويز، اتولدت في كوبا، لكن أبويا قرر أننا نهاجر أمريكا على مركب لما كان عمري 8 سنين. كانت لحظة قاسية جداً، وأنا سايبة وطني ورا ظهري للأبد. بحلول سنة 79 قررت أخوض أول ماراثون في حياتي، ماراثون نيويورك، ورغم أن كان عمري ما جريت المسافة دي، لكني قدرت أخلصه في زمن ساعتين و56 دقيقة و29 ثانية، رقم ممتاز جداً، سمح لي أتأهل لماراثون بوسطن. لكن إيه أهمية ماراثون بوسطن؟ باختصار هو أقدم ماراثون سنوي في التاريخ وأشهر ماراثون في العالم، بيقام بانتظام في شهر إبريل من كل عام في بوسطن، وبعد مرور ساعتين و31 دقيقة و56 ثانية من انطلاق السباق، لقيت نفسي قدام خط النهاية، وحصلت المفاجأة، أنا اللي فزت بالسباق، أنا أول واحدة وصلت. الناس اتجننت، مين دي وإزاي تكسب تاني ماراثون ليها في حياتها؟ رقمي كان مذهل، بقيت تالت أسرع سيدة تنهي ماراثون في التاريخ، وحطمت الرقم القياسي لماراثون بوسطن. كنت في حلم، أخيراً حققت إنجاز في حياتي، أخيراً الناس هتفتكرني بحاجة، أخيراً قدرت أخلد اسمي. خلصت الماراثون في زمن قياسي، ما كانش باين عليك أي إرهاق لما وصلت الخط النهاية، ما كنتيش عرقانة حتى بعد ما جريتي أكتر من 40 كيلو، ما كنتيش رافعة كم التيشيرت عشان تخففي الضغط على عضلاتك زي ما أغلب المتسابقين بيعملوا، ما حدش شافك أثناء السباق، ما ظهرتيش في أي صورة أو فيديو، ما عندكيش مدرب. لما سألناكي عن تفاصيل طريق الماراثون ما عرفتيش تجاوبي، لما سألناكي عن أسلوب تدريباتك والسر اللي خلاكي تحسني رقمك 25 دقيقة كاملة في 6 شهور ما اديتناش إجابة واضحة.